السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم جورنال فير جاب عنوان الناصري يرفض حضور مراسم تتويج الرجاء باللقب، وترأس سعيد حميد دوش والي جهة الدار البيضاء وفوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مراسم حفل تتويج فريق الرجاء الرياضي بلقب البطولة الاحترافية. واحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء مراسم تتويج الفريق الاخضر بدرع البطوله الوطنيه اليوم الاربعاء بدايه من الساعه 10 صباحا. وفي نفس السياق رفض سعيد الناصري رئيس الوداد والعصبه الاحترافيه حضور مراسم تتويج فريق الرجاء الرياضي بلقب البطوله الوطنيه لتفادي الاحراج والانتقادات من طرف جماهير الفريق الاحمر، مع العلم ان في الانشطه اللي كيكونوا تحت لواء الجامعه كان دائما حضور الناصري رفقه فوزي القجع ضروري. جواد الزيات يوضح سبب غياب أنس جبرون عن المباريات. وفي التفاصيل جرى رئيس فريق الرجاء الرياضي جواد الزيات حوار مع الصحفي حميد أمين على موقع أوريزون تيفي، وتكلم في مقتطف منه حول عدم إشراك جمال السلامي مدرب الفريق اللاعب أنس جبرون في مباريات الرجاء. وقال الزيات بالحرف أنه كمكتب مسير وحسب طريقة العمل ديالهم فكل واحد والاختصاصات ديالو، وجمال السلامي والسفري هما اللي عندهم حق اختيار اللاعبين والمكتب ما عندوش الحق يتدخل فيهم. وزاد جواد الزيات أن في الفريق كاين ما كيقارب 35 لاعب، وبالمنطق ما يمكنش ليهم كاملين يلعبوا المباريات ديال الرجاء، ضروري كاين فيهم اللي ما غاديش يتم اشراكه من قبل المدرب. وضاف الرئيس ان اللاعب جبرون خاصو يتقبل قرارات المدرب ويكون حوار بين الطرفين باش الا كان مشكل ديال التدريب يزيد اللاعب يثمر فيهم. واكد رئيس فريق الرجاء انه مزيان اللاعب يتقلق حيت ما كيلعبش، فهذا كيعني انه عنده الرغبه باش يعطي الافضل للفريق. وختم الزيات الحوار ديالو بنصيحه لأنس جبرون وقال انه مازال شاب وعنده طموح كبير خاصو يزيد يخدم باش يحصل على مكانه في الفريق. اصابه فابريس نغوما في وديه المغرب والكونغو الديمقراطيه، وتصاب لاعب فريق الرجاء الرياضي الكونغولي فابريس نغوما في المباراه الوديه اللي جمعت الكونغو الديمقراطيه بالمنتخب الوطني المغربي امس الثلاثاء. وفي اخر دقائق الشوط الاول سقط فابريس نغوما متأثر من الإصابة اللي تعرض لها، مما حتم على المدرب كريستيان سانغي تغييره، وغادر نغوما أرضية الملعب وهو مصاب، ومعالم الإصابة كانت بادية عليه في حركته غير المتزنة وهو كيمشي، وغتكشف الساعات القليلة المقبلة على طبيعة إصابة فابريس نغوما ومدى إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة لفريق الرجاء نهاية الأسبوع الحالي ضد الزمالك المصري برسم نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الاعتداء مجددا على سيارة قائد الرجاء محسن متولي. واعتدوا اشخاص مجهولين على سياره قائد نادي الرجاء الرياضي محسن متولي، بحيث نشر في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام مقطع فيديو عبر خاصيه ستوري ظهر فيه المتاسف على الاضرار اللي لحقت بسيارته. كما اكد محسن متولي انه ما غيقومش بمتابعه الاشخاص اللي قاموا بالاعتداء على سيارته، واكتفى بالقول ان فريق الرجاء الرياضي بطل وخذ اللقب عن جدارة واستحقاق. وسبق المتولي وتعرض للمكيده من طرف مجهولين ايضا خلال الاشهر الفارطه بعد ما قاموا بتعطيل فرامل سيارته، الشيء اللي كاد انه يتسبب ليه في حادث سير خطير ايام قليله بعد المباراه المشهوره بريمونتادا الديربي العربي. الطاقم الطبي لفريق الرجاء يسارع الزمن لتاهيل ركائز الفريق، وبعد طيس في حد الدوري الاحترافي وتتويج باللقب الثاني عشر في تاريخ النادي كيساعد فريق الرجاء الرياضي المهمه المقبله ضد فريق الزمالك المصري لحساب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. وفي هذا الصدد كيواصل الطاقم الطبي للفريق الاخضر بقياده المخضرم محمد العرسي مجهوداته الجباره لاستعاده ركائز الفريق قبل قمه المنتظره الاحد المقبل، بحيث غاب على فريق الرجاء الرياضي في الفتره الماضيه كل ما عبد الرحيم الشاكير سند ورفلي بالاضافه للظهيرين عمر بوطيب وعبد الجليل جبيره بداعي الاصابه. وسبق الطاقم التقني للفريق الاخضر ومنح لاعبي الفريق يومين راحه بعد التتويج باللقب، وغيلتحقوا اللاعبين اليوم الاربعاء لتسلم الدرع الدوري وبدايه التحضيرات عن طريق التدريب الجماعيه. سعيد وهبي بعث رفيعة المستوى من الرجاء استقبلت الزمالك ونتمنى العبور للنهائي. وفي تفاصيل الخبر استقبلوا اعضاء من المكتب المسير لنادي الرجاء الرياضي امس الثلاثاء بعثة فريق الزمالك المصري بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء. وقال الناطق الرسمي لفريق الرجاء الرياضي سعيد وهبي ان استقبال مكتب جواد الزيات ماشي غريب على الفريق الاخضر والمغاربه بشكل عام، واكد ان المباراه ما غتكونش سهله امام فريق كبير بحجم الزمالك المصري. وتابع وهبي السلامي كيوجد الفريق ديالو وكنتمناو نكونوا في الموعد وندوزوا النهائي ان شاء الله. امير مرتضى نرفض مشاركه احداد مع الرجاء،
واكد امير مرتضى منصور المشرف العام على كره القدم بنادي الزمالك المصري في تصريح مصور مساء امس الثلاثاء ان الزمالك كيطالب فريق الرجاء الرياضي باحترام بند عدم مشاركه احداث في المباراه اللي غتجمع بين الفريقين برسم نهائي دوري ابطال افريقيا الاحد المقبل. وشار امير مرتضى في تصريح المنابر الاعلاميه المغربيه بعد وصول المطار محمد الخامس للدار البيضاء رفقه بعثه الفريق لان الزمالك وضع البند في عقد احداث من اجل احترامه وما يمكنش لهم التفاوض بخصوصه وخاص فريق الرجاء الرياضي يحترمه وما يشاركش حميد احداث ضد الزمالك. وأكد أمير مرتضى أنه ما يمكنش الأحداد يواجه الزمالك وهو كيعلم أنه غيرجع الفريق في حالة عدم توصل اتفاق نهائي مع الرجاء بخصوص تفعيل بند شراء العقد. عبد الإله الحفيظي يتفوق على نيمار وهالاند. وفي تفاصيل الخبر تمكن نجم فريق الرجاء الرياضي عبد الإله الحفيظي من التفوق على كل من برازيلي نيمار والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الاستفتاء اللي قامت به قناة بي سبورت القطرية حول أحسن لاعب الأسبوع الماضي في مختلف المنافسات الكروية. وبفضل هدفين ديال الحفيظي ضد الجيش الملكي واللي منحوا لقب غالي لفريق الرجاء الرياضي قدر ما يسترون نفسه الخضر انه يحتل المرتبه الاولى كاحسن لاعب في العالم الاسبوع الماضي بعد ما وصلت نسبه التصويت ليه ل 45% متقدم على المهاجم هالاند صاحب المرتبه الثانيه بنسبه التصويت 35% فيما احتل البرازيلي نيمار المرتبه الثالثه في التصويت بنسبه 20%. وفي هذا الصدد قامت قناة بي سبورت القطرية بإعداد تقرير حول نجم الرجاء الرياضي الحفيظي في برنامج الرقم واحد ودرجات فيه أهداف حاسمة كانت من توقيعه سجلت اسم الرجاء في التاريخ كهدف التأهل ربع نهائي كأس العالم للأندية في آخر الدقائق ضد أوكلاند سيتي ثم الهدف ديالو في كينشاسا بنهائي كأس الكونفدرالية ضد فيتا كلوب الكونغولي واللي ساهم في منح اللقب للرجاء بالإضافة للهدف ديالو الرائع في شباك تشارجي الريالي التونسي في نهائي كأس السوبر الإفريقي. هذا ما قاله أيتمنى عن تتويج فريق الرجاء الرياضي باللقب وجرى أحد المواقع حوار مع رئيس شباب محمدية هشام أيتمنى تكلم معه حول تتويج فريق الرجاء الرياضي بلقب البطولة الوطنية رقم 12 في تاريخه. وقال رئيس المحمدية أن التشويق بقى حتى الدقيقة 90 ملي سجلوا النصر الخضر هدف التتويج بالبطولة. وضاف أيتمنى أنه كان كيشجع الغالم التقليدي الفوز بالبطولة لكن بكل روح رياضية كيهنأ فريق الرجاء الرياضي بمناسبة تحقيق اللقب وزاد أن لاعبي الفريق الأخضر بينوا روح قتالية وحب القميص ماشي غير ضد الجيش الملكي بل الموسم بأكماله. وقال أن جميع الفرق كتمنى باش تكون عند لاعبيها ديك الروح باش كيلعبوا اللاعبين ديال الرجاء بحيث كيبقاو شيقين في راسهم وكيلعبوا حتى لآخر دقيقة وتمكنوا باش يربحوا 6 المباريات بهذه الطريقة. وختم أيتمنى الحوار ديالو بالقول كنعتذر من مكونات الوداد ولكن خاصنا نكونوا واقعيين في بداية البطولة كيتنافس 16 فريق وفي النهاية كيفوز الأحسن فيهم. جواد زياد يحسم ملف ميركاتو الرجاء الرياضي. وجدد جواد زياد رئيس فريق الرجاء الرياضي تفهمه المطالب أنصار فريقه قبل حلول فترة انتقالات اللاعبين الصيفية وأكد أن المرحلة المقبلة غيعطي خلال الفريق الأخضر اهتمامه باللاعبين الحاليين للفريق وتمكينهم من مستحقاتهم المالية قبل عقد صفقات جديدة. وكشف جواد زياد أن التركيبة البشرية الحالية لفريقه قوية وكتضم خيرة اللاعبين في الدوري الاحترافي ونوه بعمل جمال السلامي مدرب الفريق الأول لتقف مؤهلات مجموعة من اللاعبين الواعدين ومنحهم الفرصة للعب في الفريق الأول بحيث أبانوا على إمكانيات تقنية مهمة في المباريات اللي خاضوها سواء في المباريات المحلية أو الدولية واستشهد أن 4 منهم لعبوا مباريات حاسمة في سباق الدوري الاحترافي هذا الموسم واللي حسم لقبه الأحد الماضي متفوق على جارو الوداد الوسيط ونهضة بركان اللي حل ثالث في صبور الترتيب. ووضح رئيس الرجاء الرياضي أن فريقه عزز صفوفه بمروان الهدودي ووائل نحس عداوي وضمهم لصفوفه في صفقة انتقال حر. وأكد أنه وعد اللاعبين خلال الأسابيع القليلة الماضية بأن الأولوية خلال الفترة المقبلة غتكون هي تمكينهم ومستحقاتهم المالية العالقة قبل التعاقد مع أي لاعب جديد للفريق. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.